على مدار أكثر من 6 عقود من الزمن، استطاع الصيدلي عبد المجيد يونس جمع طوابع البريد المختلفة الذي يحتفظ ويعتني بها كهواية. فداخل صيدليته يقلب يونس هذه الصفحات من الطوابع التي تحولت إلى موسوعة بصرية تحوي كل واحدة منها حكاية وأحداثا تاريخية. بدأ عندي موضوع جمع الطوابع من سنة 1962 عندما كنا في الإعدادية، واستمر هذا الموضوع حتى الآن، لكن عانيت معاناة شديدة جدا في الحصول على هذه الطوابع وعلى هذه الألبومات. شغف السبعيني يونس بالطوابع البريدية دفعه في سن مبكرة بجمعها، وتطور الأمر لديه حتى كون هذه الثروة الكبيرة وبلغت أكثر من 6000 طابع لكل الدول والمناسبات والشخصيات، ووضعها داخل أكثر من 20 ألبوما ورقيا مقوى صنعه بنفسه كي لا تتلف بتأثير التقادم. أنا بعتبر هذه في شرايين الدم تسير طوابع موسوعة عالمية لكل دولة، اللي بتبين لك أثر الدولة، مناسبات الدولة، شخصيات الدولة، كل شيء يتعلق بهذه الدولة. إذن هذا يعتبر موسوعة ثقافية علمية واسعة بأمان. يعني أحداث رياضية وأخرى سياسية وفنية، وصور لشخصيات عالمية وأدبية ومعالم حضارية وثقتها هذه الطوابع التي يمتلكها يونس، تأخذك في رحلة عبر التاريخ وتقتصر قصة العالم. كنت بنظر إلى الطابع هذا عبارة عن رسول للبلد اللي هو فيها إلى البلدان العالم الأخرى، لأن الطابع يحكي ماذا في هذه الدولة من مناسبات، من آثار، من شخصيات، من معالم كثيرة. صعوبة كبيرة واجهت يونس بجمع الطوابع البريدية التي جعلته يطارد كل رسالة ومظروف يأتي عبر العالم ويحمل طابع بريد ليحتفظ به، حتى تحولت إلى موسوعة تاريخية. في الوقت الذي لا يعتبر فيه بعض الناس أن جمع الطوابع مفيد، يؤكد الصيدلي عبد المجيد بأن هذه الهواية تعكس قراءة لمراحل مهمة من التاريخ والثقافة، وهي بمثابة أرشفة مهمة للتاريخ، فالطابع يعتبر وثيقة وطنية. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.